جامعة أوستيم التقنية الموجودة في مدينة أنقرة. مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. اليوم رح نحكي عن جامعة جديدة موجودة في مدينة أنقرة. تأسست عام 2017، تعتبر جامعة جديدة، ولكن مثل أغلب الجامعات الخاصة اللي عم تتأسس في تركيا عم يعلنوا تواجدهم بشكل كبير وبجودة تعليمية حقيقية. رح نحكي عن رؤية الجامعة، الكليات والمعاهد المتوفرة فيها، إضافة لبعض الأسعار لهالكليات المتوفرة، وشو هو المميز بجامعة أوستيم التقنية. خلوكم معنا. بداية، تأسست جامعة أوستيم التقنية عام 2017 من قبل مؤسسة أوستيم الصناعية. طبعا الشركة المؤسسة تعتبر من أحد أهم الشركات اللي متواجد فيها أهم رجال الأعمال الموجودين في تركيا، وتعتبر جامعة أوستيم أول نموذج لجامعة تقنية صناعية معترف فيها عالميا. تمتلك مراكز أبحاث كبيرة وأحدث التقنيات والأجهزة. من الكليات الموجودة بجامعة أوستيم هي كلية العمارة والتصميم، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. ومن المعاهد الموجودة هي معهد العلوم ومعهد العلوم الاجتماعية. من الكيانات الضخمة التابعة لجامعة أوستيم، يعني الطالب فيه يستعمله لما يدرس بالجامعة، هي المنطقة الصناعية الكبرى في مدينة أنقرة، مدينة أوستيم التقنية أو التكنو بارك، شركة أوستيم للاستثمار وشركة أوستيم للمشروعات. هدف الجامعة هو عملي بحت، فهدفه أنه الطالب يتلقى كل الخبرات وهو عم يدرس ضمن الجامعة وليس بعد الجامعة. لهالسبب تعتبر جامعة تقنية صناعية بنفس الوقت. من أهم الميزات الموجودة في جامعة أوستيم أنه الجامعة بتضم المنطقة الصناعية الكبرى، يعني عم تعطي للطالب إمكانية الحصول على الخبرة وهو عم يدرس في الجامعة نفسها. وبتوفر الجامعة دراسة تخصص مزدوج، يعني أنت فيك تدرس تخصصين بوقت واحد. وطبعا جامعة أوستيم عضو ببرامج التبادل الطلابي اللي هو اسمه إيراسموس، واللي عرفناه بفيديوهات سابقة كتير، وبتحتوي على العديد من النوادي الطلابية والأندية الرياضية. مثل ما ذكرت لكم قبل، الكادر التدريسي أو الكادر الأكاديمي التدريسي الموجود في جامعة أوستيم صاحب خبرة عالية. هندسة الحاسوب ب 2500 دولار باللغة الإنجليزية وب 2000 دولار باللغة التركية. الهندسة الصناعية ب 2000 دولار وباللغة التركية. هندسة البرمجيات أيضا ب 2000 دولار وباللغة التركية. هندسة الكهرباء والإلكترون ب 2500 دولار باللغة الإنجليزية. العمارة والتصميم الداخلي ب 2000 دولار باللغة التركية. فيديو اليوم انتهى، يا ريت تكونوا استفدتوا وحصلتوا على معلومات عن جامعة أوستيم التقنية، وانتظرونا بفيديو جديد. سلام.